مصر حاليا في حاله حرب. الحروب حاليا ادواتها مش سلاح، اعلام. هم بيحاولوا يشككوا المشاهد والمستمع في الشهادات التي سواء ادلى بها امام النيابه او الصوره اللي الناس شافتها او كذا، ومن كتر الزن على الناس فيها بيحاولوا يقولوا ان لا دي مش حقائق وان ده كله متفبرك. هما بيقدروا يحضروا سيناريوهات ويخلقوا فيديوهات وياخدوا احداث حقيقيه يتم تزويرها او تحريفها او اجتزائها، يعني حتى ممكن ياخدوا فيديو حقيقي ويجتزئوا منه اجزاء ويبتدوا يعرضوها بشكل احترافي جدا. طوال الوقت تبذل جهد كبير وتنفق اموال ضخمه وتضخ من الخبرات التي تستجلبها من الخارج من اجل ان تصير هذه المنصات عاملة بأكبر قدر من الاحترافية تضمن لها النفاذ والوصول إلى أكبر مساحة من مساحات الرأي العام. تنظيم سري دولي، ما هوش حتى محلي، يعني الناس فاكرة أنه فقط في مصر، لا ده تنظيم دولي. تعلم الجماعة علم اليقين بأن سلاح الإعلام اليوم في هذا العصر هو السلاح الأكثر نفاذاً، الأكثر تأثيراً، الأكثر وصولاً إلى عشرات الملايين أو بل ومئات الملايين على مستوى العالم، القادر على التزييف وعلى قلب الحقائق، لكنها في كل الأحوال مع كل هذا الجهد الذي يبذل، مع كل هذه النفقات التي يتم ضخها، لم تستطع جماعة الإخوان أن تفلت من الجريمة المعلقة في أعناق التنظيم وفي أعناق كل قيادتها بأنها هي رائدة العمل الإرهابي، رائدة انتهاج العنف، رائدة وصانعة فكر التكفير وفكر الانعزال ورفض الآخر والتعامل باعتبار أن الجماعة هي مكون ضد كل المشروعات الوطنية في أي من الدول التي تستهدف.